ليه الست متاخدة كشيء في المجتمع مش كعنصر مؤثر زي الراجل؟ هي مش متاخدة كشيء، لكن هي مش عنصر مؤثر زي الراجل، بمعنى انه المرأة في المجتمع المصري التقليدي هي نتيجة انه مجتمع ذكوري قايم على علاقات السلطة والقوة، فالمرأة هي اقل قوة واقل سلطة، وبالتالي بتبقى اقل في الامكانيات، بيقع عليها عبء كبير جدا في البيت وهي طفلة، ولما بتكبر بقى هي اللي بتساعد امها، الاولاد بيلعبوا، هي اللي قاعدة بتشتغل في البيت وبتذاكر، او هي اقل حظا في الدراسة، لو في لازم اطفال يقعدوا في البيت لازم يبقى الاولاد هم اللي بياخدوا من الفرصة، هي اللي بتبقى بتتحرم اكتر من انها تشتغل وتعتمد على نفسها، هي اللي صوتها بيبقى اقل، لانه احنا بنتكلم على علاقات قوة وعلاقات ذكورة، زائد القيم الثقافية والقيم الدينية المنتشرة في المجتمع التقليدي بتدعم الفكرة بتاعت المرأة اقل من الرجل، فبتكبر البنت وهي صغيرة زي ما انت عارف حكاية البنت مكسورة الجناح وضل راجل ولا ضل حيطة، وبالتالي بتكبر البنت وهي صغيرة وهي عارفة انها اقل، عارفة انها اضعف، عارفة انها فرصها هتبقى اقل، عارفة غالبا انه مصيرها في الاخر انها تبقى ست بيت وام وزوجه، مش انها تبقى موظفه او مهندسه او مستقله ذات شخصيه. طبعا ده بيتغير في الطبقه المتوسطه وفي المدن اكتر منه في الريف، لكن المسافه طبعا موجود، فمتفاوت القوه والمسافه ما بين المدن والارياف او حتى الاماكن الشعبيه والاماكن الحضريه او الاكثر حضريه. هل ترضى بنتك لما تكبر تشتغل مخرجة أو مونتيرة أو تشتغل في صناعة السينما؟ لا طبعا. كصناعة سينما في مصر ممكن تحكي لي عن تجربتك مع عدم المساواة في مجال صناعة السينما؟ يعني ليه مفيش مخرجات كتير، مونتيرات كتير، مفيش مصورات كتير مثلا؟ تجربتي طويلة أوي بس مفيش مخرجات، مفيش، هو فيه بس هم مش كتار، بسبب إن في قالب كده معين محطوطين فيه ان الستات ما ينفعش يبقى عليها مجهود كبير، وما ينفعش تخرج بالليل، وما ينفعش تلتزم بمواعيد صناعه السينما، ده في العالم برضو، بس بيبوظ اكتر القالب ده في الشرق الاوسط بقى، لان الست لازم تروح بدري، ولازم تقعد مش عارفه تعمل ايه، ولازم تنظف ايه وتاكل ايه فبيزيد برضو، لان احنا كمجتمع شرقي لازم الراجل هو اللي يبقى دوميننت متحكم. وبرده هو بره فيه طبعا رجاله، يعني مش بقول ده في الشرق بس هو بيزيد عك في الشرق، فاهم الموضوع بيبوظ اكتر ان احنا قاعدين في الشرق الاوسط. بس هل شايف ان في شغلات ستة مبقاش شغاله؟ طبعا في حاجات كتير. بصحى كل يوم الصبح اعمل فطار البيت، انزل اشتغل في الارض زي الرجاله بالظبط، ارجع تاني اعمل شغل البيت من طبيخ وتنظيف، مذاكره لولادي، في اغلب الاوقات وقت شغل الست بيكبر من وقت شغل الراجل بكتير على عكس ما الناس فاكره. بصي يا طه،